السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا بنات عاملين ايه معاكم سمر غانم ادمن بيج بجنن شيء وتركو ويا بلتي يا بلتي يا بلتي يا بلتي ما تروحيش هنا ولا هنا الحصر دايما عندنا والنهارده جايبه غرزه تركي تحفه الغرزه حلوه قوي صيفي وشتوي ولا استخدامات كتير ممكن تعملي منها بلوزه ممكن تعملي منها بلوفر ممكن تعملي منها جاكيت ممكن تعملي منها بطانيه اطفال ممكن تعملي منها شال مستطيل ممكن تعملي منها كوفيه ممكن تعملي منها خداديه ممكن تعملي منها كاش مايو ممكن تعملي منها ركن الكنب ممكن تعملي منها شنطه ممكن تعملي منها حاجات كتير طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه في علامه الهاند تحت الفيديو اعملي لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناه وكومنت حلو بقى عشان ايه بحب اتدلع والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه تحت الفيديو برده هتلاقي زرار احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك دوسي عليه هيجيلك الجرس, على الجرس ودوسي على الجرس ودوسي على الجرس ودوسي على الجرس واختاري منه الكل عشان اي ورشه انزلها يجي لكم اشعار بيها وكومنت حلو برضو عشان ايه بحب اتدلع وما تروحوش هنا ولا هنا الحصري دايما عندنا والناس اللي بتحبني يا ريت تنورني في قناتي التانية. شاهد بعيون سمر هسيب لكم رابط القناه في صندوق الوصف ونزلت فيديو فيها يا رب يعجبكم يا ريت تروحوا بقى هناك ايه عايزه لايكات وكومنتات وكده هسيب لكم رابط الفيديو في التعليق المثبت روحوا هناك اتفرجوا على الفيديو وقولوا لي ايه رايكم فيه وكم كومنت حلوين بقى عشان انتوا عارفين ان انا ايه بحب ادلع وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الشغل خيوطنا النهارده هي ملايه ابره وابره رقم أربعة هعمل عقده البدايه وطريقه الغرزه النهارده برده حاملها بالطريقه بتاعتي البنات الجديده معانا في القناه وما تعرفش الطريقه بتاعتي صندوق الوصف هتلاقيني سايبه لك فيديو باسم بتحب الكروشيه طيب تعالى اقول لك اول سر من اسراري اتفرجي عليه هتعرفي الطريقه بتاعتي تمام انا دلوقتي هعمل مجموعه من السلاسل من غير ما ولا اي حاجه بطول حوالي 15 سم عملت مجموعه من السلاسل بطول حوالي خمستاشر سنتي. تمام نبتدي الغرزه بتاعتنا على طول بقى هحدد اخر سلسله وقفت عندها واطلع بثلاث سلاسل ادي واحد اتنين تلاته الثلاث سلاسل دولت بنسميهم سلاسل الارتفاع وبنحسبهم عمود تمام واخد لفه واخش في السلسله اللي انا حددتها اللي هي الرابعه واعمل عمود بالشكل ده واخد سلسله واخد لفه افوت غرزه وفي الغرزه اللي وراها ابتدي اعمل اربع عواميد متتاليه ادي اول عمود لفه بغرزه جديده العمود الثاني لفه بغرزه جديده العمود الثالث لفه بغرزه جديده العمود الرابع بالشكل ده تمام واكرر اخد سلسله واخد لفه افوت غرزه من تحت ومن الغرزه اللي وراها اعمل برضو اربع عواميد متتاليه ادي واحد اتنين ثلاثه اربعه واخد سلسله واكرر افوت غرزه ومن الغرزه اللي وراها اعمل ايه اربع عواميد متتاليه بالشكل ده ونفضل ماشيين كده لنهايه السطر هكتفي بالعرض ده كعينه تمام وعملت ايه اخر مجموعه اربع عواميد متتاليه عايزه انهي بقى ايه السطر كنت بادئه السطر بتاعي بايه؟ بثلاث سلاسل الارتفاع حسبتهم عمود وجنبه عمود يعني ايه آآ آآ عمودين تمام فانا دلوقتي عملت اخر مجموعه اربع عواميد اروح واخده سلسله واخد لفه افوت غرزه واعمل ايه؟ عمودين متتاليين ادي اول عمود ولفه في غرزه جديده العمود التاني يعني ابتدينا باتنين عمود منهم سلاسل الارتفاع هنا ايه باتنين عمود اتبقى معايا سلسلتين زيادة وانت زي ما يطلع معاكي من السلاسل الزيادة في صندوق الوصف هتلاقيني سايبه لك فيديو ازاي تفكي السلاسل دي بكل سهولة وكده يبقى ابتدينا الغرزة بتاعتنا من غير ما نحسب لها بتقبل الاسم على ثلاثة زائد اتنين ولا بتقبل الاسم على خمسة زائد واحد كده يعني تمام السطر التاني نفس السطر الاولاني هطلع ايه بثلاث سلاسل واحد اتنين تلاته وألف الشغل هاخد لفه مش هخش في اول غرزه هنا اول غرزه اللي قائم عليها الثلاث سلاسل اكنهم اول عمود هنا فوق العمود التاني هخش في الغرزه بتاعته اعمل ايه تاني عمود بالشكل ده تمام واخد سلسله واخد لفه هنا في اربع عواميد متتاليه فوق كل عمود هعمل عمود ادي واحد اتنين تلاتة أربعة. واخد سلسلة هنا فوق الأربع عواميد أعمل إيه أربع عواميد. ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. يعني السطر التاني نفس السطر إيه الأولين. وصلت لنهاية السطر، وعملت آخر مجموعة أربع عواميد، واخد سلسلة وآخد لفة هنا. فوق الاول عمود اخش في الغرزه بتاعته واعمل ادي عمود تمام واخد لفه هنا سلاسل الارتفاع ثلاثه هخش في السلسله الثالثه واعمل العمود الثاني بتاع القنار بالشكل ده وكده انتهينا من السطر الثاني تمام السطر الثالث بقى هطلع بثلاث سلاسل واحد اتنين تلاته تمام والف الشغل هاخد لفة هنا في القنار تاني عمود هخش فيه واعمل ايه العمود التاني تمام وبعدين اخد تلات لفات واحد اتنين تلاتة تمام كده هاجي هنا السطر التاني هسيبه هاجي هنا عند السطر الاولاني فيه ايه اربع عواميد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة هاجي عند العمود الرابع ادخل اعمل عمود امامي تمام هدخل الإبرة في الفراغ اللي قبل العمود وأطلعه من الفراغ اللي بعد العمود وأطلع الخيط ولفة من حلقتين لفة من حلقتين، لفة من حلقتين، ولفة من حلقتين بالشكل ده، في الع... في إيه في السطر الأولاني واخد لفة هرجع هنا في السطر التاني عند الأربع عواميد أروح شغالة فوق كل عمود عمود آدي واحد اتنين تلاتة أربعة، بالشكل ده تمام، وآخد تاني إيه تلات لفات واحد اتنين تلاتة، أروح للمجموعة اللي بعد كده. هفوت السطر التاني هاجي عند السطر الاولاني واحد اتنين تلاتة ادي العمود الرابع اخش في الفراغ اللي قبليه واطلع من الفراغ اللي بعديه واطلع الخيط ولفة من حلقتين لفة من حلقتين لفة من حلقتين لفة من حلقتين تمام كده واخد لفة ارجع تاني لإيه للاربع عواميد اللي في السطر التاني فوق كل عمود عمود ادي واحد اتنين ثلاثه اربعه بالشكل ده واكرر اروح واخده ثلاث لفات هنا في السطر الاولاني في الرابع عمود اعمل عمود امامي وافضل ماشيه كده لنهايه السطر وصلت لنهاية السطر وعملت ايه اخر مجموعة اللي هي ايه اربع عواميد فاضل القنار هروح واخده سلسلة واخد لفة هنا عند العمود اعمل عمود ولفة هنا سلاسل ارتفاع ثلاثة هخش في السلسلة الثالثة اعمل ايه العمود التاني وكده انت هنا من السطر تمام السطر الجديد بقى هجيب اللون الجديد واطلعه من الحلقة واشد الحلقه ايه الفوشيه كده عليها تمام واطلع بثلاث سلاسل ادي واحد اتنين تلاتة والف الشغل وهاخد معايا الخيط الفوشيا هشتغل عليه تمام هاخد اللفة هنا العمود التاني هخش فيه هخش في الغرزة بتاعته وعامل عمود بالشكل ده تمام واخد ثلاث لفات واحد اتنين تلاته تمام في السطر الثالث كنا بنشتغل على ايه السطر الاولاني لا احنا هنا السطر الرابع هنشتغل على السطر الثاني بس بدل ما كنا هنا في المجموعه بنعمل في العمود الرابع اه عمود امامي هاجي من الخلف تمام هاجي من هنا من الخلف في السطر الثاني في اربع عواميد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خلاص هاجي هنا بصوا هنجيب العمود الامامي كده خلاص خدت تلات لفات تمام واروح عدي واحد اتنين تلاتة ادي العمود الرابع ادخله ادخل اهو هعمل عمود خلفي تمام والع والعمود الامامي اللي انا كنت عاملاه بصوا من تحت الابرة ماشي واروح من ايه مطلع الخيط ولفة من حلقتين لفة من حلقتين لفة من حلقتين ولفة من حلقتين بالشكل ده تمام وارجع تاني هنا العم... ايه اخد لفة هنا في اربع عمويد هشتغل فوق كل عمود عمود ومعايا الخيط الفوشي اهو تمام ادي واحد لفة فوق العمود التاني اعمل تاني عمود لفة ادي العمود الثالث لفة وادي العمود الرابع بالشكل ده كده ده ظهر ده ده الشغل ومن هنا الوش تمام واخد ثلاث لفات واحد اتنين تلاته تمام واجي هنا في السطر الثاني برضو المجموعه اهي اربعه مواد واحد اتنين تلاته اربعه هجيب العمود اللي كان امامي كده اهو ادي واحد اتنين تلاته اربعه هشوف اللفات ادي واحد اتنين تلاته تمام ادي العمود الرابع هعمله خلفي بالشكل ده والعمود الأمامي اللي كنت عاملاه في السطر التاني تحت الإبرة تحت الإبرة اهو تمام وأطلع الخيط ولفة من حلقتين لفة من حلقتين لفة من حلقتين ولفة من حلقتين تمام كده وأخد لفة أجي هنا عند الأربع عواميد أشتغل فوق كل عمود عمود آدي واحد اتنين تلاتة أربعة بالشكل ده ده كده ظهر الشغل وبصوا من هنا ده كده وش الشغل واكرر اروح واخده ايه تلات لفات تاني واجي هنا في السطر التاني في العمود الرابع اروح واخده عمود خلفي والعمود اللي كان امامي يبقى من تحت الابرة ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر وصلت لنهاية السطر وعملت خلاص ايه الاربع عواميد اهو وبعدين اخد سلسلة واخد لفة هنا فوق العمود اروح اعمل عمود ولفة هنا سلاسل ارتفاع تلاتة هخش في السلسلة الثالثة اعمل العمود التاني بتاع القنار وكده انتهينا من الشغل بصوا وش الشغل ده كده وش الشغل تمام السطر الجديد بقى هروح طالعة اية باللون الفوشيا تانى واطلعة من الحلقة كده واشد الخيط الابيض تمام والف الشغل وهاخد معايا الخيط الابيض هشتغل عليه بردو كدة اية بظهر الشغل تمام أطلع بثلاث سلاسل آدي واحد اتنين ثلاثة واخد لفة هنا العمود الثانى اخش فوقية واعمل عمود بالشكل ده واخد تلات ايه لفات ادي واحد اتنين تلاته هاجي هنا هنشتغل احنا كنا ايه اشتغلنا على السطر الاولاني وادي بالابيض على السطر التاني هنا السطر التالت خلاص هنا في اربع عواميد هاجي هنا ادي واحد اتنين تلاته اربعه هدخل ادي هنا اهو اربعه واحد اتنين تلاتة اربعة. هعمل عمود امامي. كده. وبرضو العمود الامامي اللي كان بالابيض تحت ايه? الابرة. واطلع الخيط. ولفة من حلقتين. ولفة من حلقتين. ولفة من حلقتين. ولفة من حلقتين. بالشكل ده. تمام? واخد لفة. ارجع للايه? اربعة عواميد اهو فوق كل عمود عمود. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة بالشكل ده وآخد تاني تلات لفات واحد اتنين تلاتة أروح للمجموعة التانية هنا اهو آدي واحد اتنين تلاتة وآدي العمود الرابع هخش في العمود الرابع عمود أمامي والعمود الامامي اللي بالابيض اهو ورا ايه الابره واطلع الخيط لفه من حلقتين ولفه من حلقتين ولفه من حلقتين ولفه من حلقتين وارجع تاني للاربع عواميد فوق كل عمود عمود ادي واحد اتنين تلاته أربعة بالشكل ده الشغل كله تكرار بعد كده سطر بالأبيض وسطر بالفوشيا سطر بالأبيض وسطر بالفوشيا وبنطلع بالطول اللي احنا عايزينه وأدي بعد ما طلعت لكم كام سطر بغرزة عشان تبان بصوا شكلها حلو ازاي وتحسوا اللي هي مليانة كده وماسكة نفسها شكلها حلو قوي بصراحة ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله ومفيده ولو عجبتكم ورشه النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت تشتركوا وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتي واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته